السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا ننظف الرام والمنفذ بتاعها في اللوحة الام بالطريقة الصحيحة. في البداية كده نعرف المطلوب منك عشان تبدأ تنظف الرام والمنفذ بتاعها. اول حاجة فرشة سنان قديمة، وتاني حاجة منديل للنظارات اللي هو الناعم ده، او لو في اي قماشة ناعمة فهيبقى برضو كويس. ونبتدي دلوقتي بتنظيف الرام. اول حاجة عشان تفك الرام بتلاقي فيه كليبس فوق وكليبس تحت، الاتنين دول تضغط عليهم كده وتقدر انك انت تفك الرام بسهولة. هتسحبها كده وهتلاقيها اتفكت اهي. هتجيب فرشة السنان وتبدأ انك انت تنظفها بالشكل ده كده، تنظف الرامة نفسها من اي اتربة فيها. تمام، بعد ما تخلص وتنفض التراب اللي عليها هتجيب القماشة الناعمة وتبدأ انك انت تمسح السنون الذهبية دي بالراحة كده. ولو متوفر أقايل جاف اللي هو الأزرق ممكن ترش كده من بعيد على السنون دي وتبدأ انك انت تمسحها كده على طول، وهتلاقي الرامة خلاص نطفت معاك. وهكذا بقى، لو انت عندك كذا رامة تانية هتعمل نفس الموضوع ده. تمام كده، يبقى احنا نظفنا الرام. وننتقل دلوقتي ان احنا ننظف منفذ الرام في اللوحة الأم. هتجيب فرشة السنان وتبدأ انك انت تنظف المنفذ بالشكل ده كده بحيث انك انت تطلع اي تراب فيه. خلاص، بعد ما انت بتنفض التراب بالفرشة هتجيب القماشة وممكن تجيب الأقاي الجاف وانك انت تبدأ ترش على المنفذ نفسه من بعيد كده شوية وتبدأ انك انت تمسح. واهم حاجة انت لو استخدمت اقاي استنى بس شوية 5 دقايق كده لحد ما تنشف وابدأ شغل الجهاز. تمام كده، خلاص انا نظفت كده المنفذ، واعمل نفس الموضوع في المنفذ التاني. وشوف بقى على حسب عدد المنافذ عندك. تمام، بعد ما انت خلاص تخلص التنظيف هتجيب الرام وتبدأ انك انت تركبها. وخلاص كده قفل الكيسة ووصل توصيلاتك واستنى كده شوية وابدأ شغل الجهاز وبإذن الله هيشتغل معاك. تمام، وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا ننظف الرام وكمان المنفذ بتاعها في اللوحة الأم. لو أي حد عنده سؤال يكتبه تحت في التعليقات وإن شاء الله هرد عليه في أقرب وقت. السلام عليكم.